والله ابو يوسف رجل من حفظها رجال، لا اكثر ولا اقل. اي والله، يعني مو ناس يسبقون بالطيب، مو ناس يسبقون بالكر، مو ناس يسبقون بالعرف، عرف الدلال. حن انا لها الحين ترى مبتدئ، انا مبتدئ بالحياه ترى لها الحين، ما يعني ولا 1% صراحه. اول 5 لي كنت باول متوسط او ثاني متوسط، فماسك المحماسي، حاط المحماسي 5 سنة. فيوم خلصت يد المحماسي نزلتها انا بالارض، ما انتبهت صراحه، ما انتبهت الا الشيء اللي ضربه مع راسي، ما ادري وش رجال تريبول. اي والله، قال ولدي عيب تنزل المحماسي بالارض. لما جيت بصلح قهوه قال ابوي توه. استغربت انا، اي والله قلت ابي ما نمصلي. اي والله قال توه، وانا اروح وانا توه خبر. قال الكلمه مره مرتين، الثالثه لا يقولها، لا يقول الثالث. فرحت وضي، يوم جيت وانا اجلس على القهوة ابي ابدا اصلح الحين، قال شوف يا ولدي، قال القهوة نفس، اذا فكرك او نفسك مو حلو لا تصلح القهوة، وداعتك لا تصلح القهوة الا انت متوظف. فمن هك اليوم لليوم ما صلح القهوة الا انا متوظف. بس العام كنت انا هناك، بس انها صرت هنا ورغبت المحل. اي والله حلو وقريب وسهل، يعني اللي بيجي احد او شيء زي هلون بيجي للبيت سهل. وين هو اللي قدام هذا تقول؟ هذا تو نازل، والله ما ادري منه، تو نازل. اطلع يمه انا صار شاب، هو اشوف مع يعني وقته، يعني انه هو شاب بالبيت. عمرك تقهوى عندي وعزمه، قلت ليله عندي عشاء زي كذا، ولا هو يجي احيانا تقهوى عندي يقول عندي عشاء زي كذا. كانوا الاولين يعني مجرد ان يدق النجر يسمعون فلان هذا دق نجره، يلا نروح تقهوى عنده. جلسوا الشيبان طال عمرك لو ما هم يم المعزب، لو ما هم يمه تقوم يسولفون زي طال عمرك، مجرد انه يدق الهيل دنه خذ القدوع وقدع كلام من التمر. ترى بهره قهوه خلاص الحين ماشي تنعليه عندنا بهاي، ماشي تنعليه. مجرد اني النجر طال عمرك ادنه ادق ادق ودنه ترى بهره قهوه، يعني كل من التمر ما عندك مشكله. هذا سلم، اي والله سلم ماشيين عليه. بالنسبة للمصنع، تأسس المصنع 1403، لكن قبل فكرة الوالد، قبل يمكن 1398 و 97، هذا كلام الوالد لي. 3 سنين لين أنتج دلة صحيح 100%، شافه يعني فعلا دلة صحيح، هو مسكه ورعاه أبوه قال فعلا صحيح. هذه من إبداعاتي طال عمرك، اللي سميناه دلة أبو يوسف. بالنسبة للدلة هذه، هذه دخلت عليها يمكن 4 دلال. هذا هل تشوف عندك المشرب طولته، الغطاء خليته ضارب على النمط البغدادي، الدلة على دقة هادي صالح، عندك العكوز رفعته شوي من هنا، بالعادة يجي نازل، لا هذا رفعته شوي، هذا الغطاء على النمط الحساوي فتحته. اي البغدادي دائما يصير هذا قصير، فخليته على النمط الحساوي خليته بعيد شوي يعني. والوقت هذا اللي يجيك ترى هو المتجمد اللي فاتح بابه، زين بيض الله وجهه، لكن اللي يجيك ترى متجمد، يعني كل واحد عنده قهوه، كل واحد عنده تعليل. الحين وش بهار القهوه؟ الهي وش بهار البيت؟ ارجع يا جو، رجال للبيت ودخلوا رجال للبيت، تبارك سبحان الله البيت ويصير له قيمه ويصير له طعم البيت. وش نبت الأرض هذا؟ هذا العادر، عادر ورطة، عادر ورطة، إيه هي ورطة، هذا ورطة هل سبير هذا ولا أكثر عادر هذا؟ هذا البيت الحين، ها هذا شوف، صب لها ملمة على النفود، يصلحون يسمونه الكيك، زي أول إحنا نسميه الكيك، يصلحون كيك ويرسمون عليه. هذه يعني أنت الشيء هذا يعني تستأنس،
يعني تركب يعني البغدان يعني مجسمات من التراب يرسمون. خلى البغد يلعب تراب، خلى يحوس ودوس، مصيره يروح تروش. شوفوا للشجر، شوفوا للحياة، شوفوا لطبيعة الأرض. ما راح يعني يتصوره، يعني لو يجلس بالبيت طول حياة ما راح يتصوره. يعني يصب له فنجان الأولين قبل لا يشرب فنجان، تقوي راعي لفنجان، هذه أول شيء. نظرته عنده الفنجان يكون لونه قهوة، هل به سريب ما به سريب القهوة، هل هو الحثل. قبل لا يشربه تقاو، هو قهوة جيته تقاو ياخذ نفس شوي لقهوة، ريحة قهوة، فيشوف الفنجان الأول فيتطعم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا بالشيخ علوش. هلا بيك شيخ نسيت. يا هلا بابن ضويها. قصر برزانك الحين عاد على وقت محمد المهادة، وعلى وقت طلال، والله ما ادري ايهما بالضبط، قالوا على وقت محمد. يقول يوم صبوا له الفنجال، شاف الفنجال ايقن ان القهوة تبهشي، كب الفنجال، ما شاف الفنجال ثاني، كبه تري شافه يعني، قال له يا علوش كبيت الفنجال. قال انه يقول تبدي يعني انه هي طيبة زي كذا، قال اني مشتهي. قال ليش كبيت الفنجال؟ قال القهوة ما هي طاهرة، أو يعني نبهشي أو صايدة يعني من هالكلام. قال يا هل مع القهوتي هذه يشر علي، هل مع القهوتي هذه أو أدلع. فيقول كبه ولقى حبة شعير، ويقول لقى بالخلب حق القهوة الخلب، يقول لقى حبة عوف نمل، هذا العوف وش الخلاه يميز هالطعم دل هذه كبرة وحبة صغيرة، ينبغى عوف ولا حبة شعير، وش الخلاه يميز؟ قال اشهدوا علي الربع، هو يقول قال اشهدوا علي الربع، ترى حب القهوة وهيلة ومتسيلته كله ترى علي ليه ما تموت يا علوش بن طويه. يقول أبويك الحين، يقول كنا بدار بالحفيرك الحين، يقول ضمن السوالف يعني اللي أنا تحزب خاطري، يقول دق القهوة وبهر بدلة صغيرة كبر هذه، وحط البهار وهذا وصلح القهوة طعمه، يقول معه 3 فنجان بس يقول 14 رجال موجود بالغرفة دار طي 14 رجال، وهذا 3 فنجان كل واحد يصبر فنجال ويرجع على الأول يأخذ فنجال، بس فنجال واحد يمشي لين صبر على فنجال كله خلص له رجيل كم غسل دلة بثلة وغسلة طعمك وحط بسكر وشاهي وصلح شاهي وقهوة مخالفة القهوة، مخالفة تقهوة قهوة مختصة زي ما قالوا، قهوة مختصة تقهوة ما عندي مشكلة، أمر اللي كافي أنا مشتهي كل يوم، لكن أنا أبقى على 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 ما على مانع عليه، ما تصنع على الشكل الجديد، ما تصنع مهما ارتفعت أو نزلت تبقى أنت على ما أنت عليه، مصيرك آخر شيء لترب الملوك الحين، الملوك مهما وصلوا من التطور يعني وصلوا إنهم يشربون قهوة مختصة ما يقدمون مجلس الضيافة إلا دلة صحيح، تحلت رسلان صحيح، تقاو يصب له ويا وقف وبغى يصب طال عمرك القهوتي وقفته صحيح، واقف صحيح شامخ عشان انه مالك ما توقع عشان الحضور، هذا فخر، فخر السعودية هذا، يعني تبقى على ما انت عليه على شماغك وعلى هندامك اللي انت اساس، ليش احنا جاي يوم التأسيس رحت رجعت على تراث ورحت لبست التراث وش السبب؟ ترجع على الاصل، ترجع على الاساس، هذا هو النبي، حنا ابقى على ما انت عليه، تطور مش مع الناس، ما عندك مشكلة اشتر جوال البس ساعة البس انت البس، لكن ابقى على ما انت عليه لا تصنع تنكسر بعدين.